زريش اليوم. مرحبا حبايبي كلكم تعرفون هذا الزريشك بالعربي اسمه بربريس. هذا الزريشك اكثر الحبايب قالت لي حب الرمان، بس هذا مو حب الرمان. ايد اشوفكم الطازج مالته نوع فاكهة مثل العنب، وهي شجرة واكثر يزرعونه بمحافظة خراسان مشهد المقدسة. حبايبي منو ماكل زريشك طازج؟ كتبولي بالتعليقات، طعمه هواي حلو.